السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة مستجدات الوضع في تعز وعملية استلام المقرات الحكومية والخطوات التي يفترض أن تتبع هذه العملية، خصوصا مع ما يتعلق منها بإعادة ترتيب وضع الجيش. تسلمت قوات الشرطة العسكرية من القطاع الأول للواء 22 ميكا مباني حكومية جديدة في مدينة تعز، وقالت مصادر محلية أن اللجنة المكلفة التي يترأسها وكيل المحافظة عارف جامل وبحضور قوات الشرطة العسكرية تسلمت مباني المعهد الوطني واتحاد نساء اليمن ومديرية القاهرة وإدارة أمن مديرية القاهرة والمعهد العالي ومكتب مديرية التعزية. هذا وأكدت لجنة التسليم استمرار استلام كافة المباني الحكومية تمهيدا لترميمها وإعادة تفعيلها ضمن القرارات التي اتخذتها اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ. ويبدو أن تعز تسير بخطى ثابتة نحو إعادة مؤسسات الدولة في الواقع وإعادتها كفكرة في ذهنية المواطن، هذا ما يعتقده الكثيرون، ونتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل تنجح تعز في استعادة مكانة وحضور الدولة فيها؟ وما هي الخطوات التي يفترض بها أن تتبع استعادة مقرات الدولة، خصوصا تلك المتعلقة بإعادة ترتيب الجيش؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. تتواصل عمليات تسليم المقرات الحكومية الخاضعة لسيطرة مكونات الجيش والفصائل المسلحة في تعز، فبعد تسليم المقرات الواقعة في الجبهة الشرقية الخاضعة لكتائب أبو العباس، استلمت اللجنة المكلفة من المحافظ برئاسة وكيل المحافظة ومدير الشرطة العسكرية العديد من المقرات الواقعة ضمن سيطرة اللواء 22 ميكا. مصادر محلية قالت إن اللجنة تسلمت مباني المعهد الوطني واتحاد نساء اليمن ومديرية القاهرة وإدارة أمن مديرية القاهرة والمعهد العالي وإدارة مكتب مديرية التعزية. لجنة التسليم أكدت استمرار استلام كافة المباني الحكومية تمهيدا لترميمها وإعادة تفعيلها ضمن القرارات التي اتخذتها اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ أمين محمود. الواضح إذن أن تعز تسير بخطى ثابتة نحو إعادة مؤسسات الدولة في الواقع وإعادتها كفكرة في ذهنية المواطن، هذا ما يراه ويعتقده الكثيرون، لكن آخرين يرون أن هذه الخطوة وإن كانت جيدة ليست بالكافية، فلا بد من إعادة ترتيب الوضع برمته، خصوصا ما يتعلق بتنظيم الجيش وإعادة ترتيبه وتأهيله وفق عقيدة وطنية واحدة ومن أجل هدف واحد. فهل تنجح تعز في اجتياز مراحل إعادة الدولة وبناء أسسها؟ ذلك ما يأمله الكثيرون. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباسط البحر، وكذلك أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي. أبدأ مع العقيد عبد الباسط البحر. بداية عقيد عبد الباسط، إلى أين وصلت عملية تسليم المقرات الحكومية في تعز؟ الحقيقة العملية تسير بصورة سلسة. هناك عدد حوالي 14 من المؤسسات والمقار والهيئات الحكومية تم تسليمها هذا اليوم. جاري أيضا حصر بقية المؤسسات، وسواء كانت عامة أو خاصة، وتسليمها للقائمين عليها. واليوم بدأ مدراء المكاتب والموظفين ممارسة مهامهم الوظيفية والحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال هذه المؤسسات والمقار. وهناك تتولى الحماية لهذه المنشآت أجهزة الأمن العام والأمن الخاص، وأيضا قوات من الشرطة وعمليات المحور وأيضا الحماية الرئاسية. نعم عقيد عبد الباسط، المباني التي تسلمتموها كيف وجدتم ما تحويه من معدات ويعني أدوات خاصة بهذه المؤسسات؟ الحقيقة المباني التي كانت في عهدة الجيش الوطني وعهدة الدولة كان يعني تم الحفاظ على أثاثها والمكتبي وعلى الأدوات والمخازن
كل الأصول والممتلكات كانت موجودة واستحقت الإشادة والشكر والتقدير لهذه الأيادي الأمينة التي سلمت كل هذه المؤسسات بما تحتويه من أثاث وغيره. مثلا بالأمس كان مؤسسة المياه وشاهدتم كيف يعني موجود المولدات وغيرها. أيضا في مؤسسة محطة الكهرباء عصيفرة اليوم المحطة موجودة حتى مولدات حديثة كان تم شراءها مؤخرا تقريبا وهي موجودة في مخازن المحطة، موجود قطع الغيار، السيارات، الآلات، المولدات، المكاتب، الأثاث بشكل كامل. المقار والهيئات التي وصل إليها الجيش الوطني ووصلت إليها الدولة تم الحفاظ تماما على كل أصولها وأثاثها. نعم. طيب الآن هل هناك مباني أو مؤسسات حكومية لا زالت لم تسلم حتى الآن؟ بالنسبة للمحضر المتفق عليه سابقا تقريبا لا زال 4 هيئات حاكمة لم تسلم حتى الآن، وإن شاء الله الوعود خلال 24 الساعة القادمة سيتم تسليمها. وبالنسبة لحصر أيضا هذا ستبدأ به اللجنة لحصر إذا كان هناك بعض المنشآت أو المقار سواء خاصة أو عامة لم يشملها التسليم السابق. نعم. الخطوة المقبلة الآن عقيد عبد الباسط بعد استلام هذه المؤسسات ما هي؟ الحقيقة هنا خطة للانتشار الأمني وأيضا التخفيف من انتشار السلاح في المدينة وتوجه المقاتلين والعسكريين إلى جبهات القتال وأيضا فتح كل الشوارع وأيضا يعني إخلاء كل المباني و العماير وغيرها من وايضا عدم وجود اي مكان يمكن ان يكون وكرا لاي بليشيا خارجه عن النظام والقانون، بس سيطره الدوله على كل مربعات المدينه وتحويل المدينه بالكامل والمحافظه الى مربع امني واحد يخضع لسلطه الشرعيه سواء السلطه المحليه ممثله بالمحافظ او الامنيه ممثله بالاخ مدير امن المحافظه. فهذا الرجل الذي يبذل جهود مضاعفة ويعني حريص على الانتشار الأمني والتقليل من الجريمة والانفلات ويواصل الليل والنهار في الإمكانات المتاحة لاستقرار الحالة الأمنية، وأيضا السلطة العسكرية بقيادة القائد محور تعز وقيادة الأمنية العسكرية. نعم. طيب شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباسط البحر. وانتقل الى الدكتور فيصل الحديفي استاذ العلوم السياسيه بجامعه الحديده. مساء الخير دكتور فيصل. السلام عليكم ورحمه الله. دكتور مساء الخير. اهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. في البداية كيف تتابع عمليات الاستلام والتسليم في تعز وأيضا المؤسسات التي سلمت ومقدار الحفاظ على ما تحويه من معدات وآليات وأجهزة وغيرها في هذه المؤسسات؟ هناك برنامج واضح قام به الأخ دكتور أمين محمود محافظ المحافظة، وهو جهد يشكر عليه وبالتعاون ايضا مع الرجال المخلصين من عسكر ومدنيين. تبرز في الافق فرق واضح بين المؤسسات التي كانت تحت رجال دوله واناس وطنيون يحرصون على المصلحه العامه وعلى الحقوق العامه، حافظوا على الممتلكات، وكان بالنسبه لي ليس مفاجئا ولكن هو كان مفاجئا ومثيرا لاطراف اخرى، لان هناك اتهامات باطله احيانا تنتج مجتمعيا او اعلاميا طرف بالطرف وهي تهم لا قبل لها. فالان اتضحت الصوره بانه المجاميع المسلحه التي لا تخضع لقرار الدوله هي التي حصل في ظلها الدمار، الخراب، السرقات، النهب. والحقيقه ايضا هذه الجماعات هي وجدت في فراغ
في ثراء غياب الدولة. لو كانت الدولة من اللحظة الأولى نظمت الأفراد في إطار جيش وطني وسيطرت على الوضع ما كنا وصلنا إلى هذا الدمار الخاص والعام. للأسف يعني المربع الأمني في المنطقة الشرقية في جحملية وصالة يعني تدمير هائل لكلية التربية، المقرات المالية، البريد، دمار مروع هي غير صالحة. الآن مطالب من المجتمع ومن الأخ المحافظ أن يركز على مسألة إعادة الترميم والإعمار. نعم. مهما عدنا إلى الدولة لا بد لنا من برنامج إعادة الإعمار حتى يحس المواطن بأنه هناك عودة اقتصادية وحياة اجتماعية طبيعية لكي ننتقل من حالة الحرب إلى حالة السلام ومن حالة الفوضى إلى حالة النظام، وهذا ما ينشده الجميع. طبعا الجهات التي كانت أمينة على هذه المصالح العامة والخاصة تشكر على موقفها الرائع، وأيضا المجتمع يشعر براحة عظيمة إن هناك أناس بهذه الأخلاق العظيمة يعني كانوا أمناء على المال العام على الحق العام، والناس الذين عبثوا أيضا نأمل أن يخضعوا لسلطان الدولة ويعاد تنظيمهم في الجيش الوطني حتى لا يتم تشكيلات صلبة داخل الجيش خارج إطار السلطة الشرعية أو خارج إطار السلطة المحلية. نعم. طيب الخراب الذي تحدثت عنه دكتور فيصل ورأيناه وشاهدناه في المؤسسات الدولة في المنطقة الشرقية، هل كان بسبب ميليشيات الحوثي أم ربما بسبب الجماعات والعناصر المسلحة التي كانت أيضا تنضوي في المقاومة الشعبية وكانت تحت قيادتها؟ هي تحت يعني يعود الخراب إلى سببين. السبب الأول هو سبب المواجهة العسكرية، الحرب الحاصلة في هذه المناطق المدنية هي تتسبب في بدرجة أولى بالدمار باعتبار بأن هناك استخدام لأسلحة ثقيلة ومواجهات مزمنة، يعني أكثر من سنتين مواجهات عنيفة من بناية إلى بناية، وبالتالي هذا يحصل دمار بحكم الحرب ويحصل دمار بحكم الجرائم المتبعة من الطرف الآخر في تدمير المدينة. هناك يعني رغبة يعني مقصودة من تحالف الحوثي صالح بتدمير تعز، تدمير الإنسان والبنيان والعمران. لذلك هذا هو السبب الأول الذي أحدث دمارا. الدمار الآخر هو الدمار الذي حصل من الداخل، أي أن هناك أناس يعني ليس فيهم ذرة أخلاق، ليس فيهم حس وطني، التحقوا بالمقاومة أو بالجيش لأغراض مصالح ذاتية، سرقة، نهب، هيلمان، وبالتالي هؤلاء للأسف أفعالهم السيئة عكست على الواقع وانتكت دمارا مكملا للدمار التي أحدثته الحرب. وعلينا أبناء تعز أن نتناسى هذه اللحظات الأليمة لنعيد البناء من جديد. لا نستطيع أن نفتح جروحا غائرة في الداخل، ولا نستطيع أن نفتح حربا بينية في داخل تعز. وأنا أتمنى من هذه الأطراف التي تسللت إلى الجيش الوطني لأغراض متعددة داخلية وخارجية وأيديولوجية ودينية أن تعود إلى رشدها، باعتبار الوطن هو الذي يجمعنا، الوطن هو الحاضن الأمني والمستقر والمستقبل لأبنائنا وللتاريخ الذي سيكتب عنا. نعم. وعنهم. نعم. نحن نأمل بأن يعاد إدماج هذه الفئات ليس ككتل قلنا صلبة بحيث يصعب قيادها، ولكن إعادة توزيع أفرادها من جميع الألوية، وأيضا لا نقصد جهة معينة، نحن نقصد التنظيم العسكري في أي لواء وفي أي مجامع عسكرية ينبغي أن يعاد ترتيبه حتى يصبح الفرد مساءلا مباشرة من القيادة في التراتب الأعلى، دون أن يستند إلى 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 تكتل عسكري صلب يحدث تمردا أو تمنعا أو خرابا أو حربا أو التأسيس لحرب. نعم. بينية في المستقبل. نعم. طيب ابقى معي دكتور، ونشرك معنا في الحديث أيضا الصحفي أحمد شوقي. أحمد مرحبا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد مساء الخير. إذن فقدنا الاتصال بالصحفي أحمد شوقي. أحمد طيب أعود لك دكتور فيصل. دكتور فيصل يعني لا شك أن تسليم مقرات الدولة هي خطوة كبيرة في
استعادة الدولة ومؤسسة الدولة ووجودها في تعز، وتحدثت كثيرا أنت في هذه النقطة، لكن الآن هذه المسميات التي سلمت هذه المقرات، هل باعتقادك سيعاد ترتيبها وإنضاءها في الجيش الوطني وبمسميات أخرى، أم ستظل بهذه الصورة التي أنتجت هذا الوضع المتأزم والوضع الذي وصل في نهاية المطاف إلى اشتباكات بين فصائل الجيش الوطني؟ هو البرنامج الذي أخططه الأخ المحافظ هو برنامج يؤدي إلى حلحلة هذه المشكلات وعدم تكرارها. هذه الخطة تقوم على تسليم المباني والمدينة إلى قوى متخصصة اللي هي آمن وشرطة عسكرية، وهذا هو اختصاصها، وبالتالي مهما كانت فيها من اختراقات كأفراد هم سيخضعون لعملية نظامية يصعب على الفرد أن يحدث مثل هذا الاختراق. ثانيا القوى العسكرية التي كانت تشكل ذعرا داخل المدينة في هذه المواجهات هو حسب المخطط أن تنسحب الجبهات، وبالتالي في الجبهات لا يوجد مباني لسرقتها ولا يوجد مؤسسات لنهبها ولا يوجد ما يمكن أن يصارع الناس عليه. يعني هناك مواجهة مع العدو مباشرة، كان الهدف هو تحريف فعل. ربما الخروج هؤلاء المسلحين إلى الجبهات سيعيد الروح المقاومة وأخلاق المقاومة، باعتبار أن الهدف نزيه وشريف والدفاع عن النفس وإعادة السلم والأمن إلى المجتمع. هذا الاستثمار البرنامج على هذا النحو هو كفيل بالتدريج لإعادة إصلاح الأوضاع ما دام هناك خطة موضوعة من السلطة المحلية، وما دام هناك برنامج واضح، وما دام هناك إرادة وعزيمة وكذلك صبر وتحمل. أنا الحقيقة أشعر بأن المحافظ يبلي بلاء حسنا. نحن بحاجة إلى تعزيز من أزره. هناك ثلاثة أطراف في تعز هي تتحمل تضامنا المسؤولية المشتركة في إعادة تعز إلى حالها الطبيعية، الأمن والسلم المجتمعي. هذه الأطراف هناك سلطة عسكرية ممثلة بقيادة المحور ومن يتبعه من الألوية وشرطة عسكرية وقوات خاصة، وهناك سلطة محلية يمثلها الأخ المحافظ ويرأسها ويديرها، وهناك مكونات مجتمعية وسياسية. هذه المكونات الثلاثة عليها أن تنفي الخلافات فيما بينها. ليس هناك من الغنائم ما يستحق أن نتنازع عليه. نحن في إطار حرب ودمار وإنهاك للإنسان وضياع تاريخي 4 سنوات وسندخل الخامسة والعاشرة ونحن في هذا الشكل. هذا دمار لأدياننا. اليوم التعليم تدمر، المصالح العامة تدمرت، الإنسان عاد إلى مرحلة ما قبل الثورة من البدائية والعيش والإنهاك. يعني هذه القوى الثلاثية، سلطة محلية برئاسة المحافظة، سلطة عسكرية، مكونات سياسية واجتماعية، نحن نأمل أن تجلس في طاولة واحدة لترسم برنامجا واضحا يتفق عليه الجميع مقدار لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها. نعم، مقدار الانسجام دكتور فيصل بين كل هذه الأطراف التي تحدثت عنها إضافة إلى الأحزاب السياسية والشارع في تعز؟ قد لا يكون هناك انسجام كامل، ولكن الرغبة الجادة والمصداقية وكذلك تفعيل القوانين وتفعيل العدالة في السلوك والتصرف هو سيقرب هذه الأطراف المنسجمة نحو هدف كبير لجماعة الجميع. الأمر الذي يحقق التعز هو لا يخص طرف دون آخر، هو يخص الجميع، يخص عسكر ومدنيين وسلطة محلية وسلطة شرعية ودولة وأجيال. إذن فالمصالح المحققة من خلال هذا البرنامج والخطوات بالتأكيد سيمثل الناس كلهم، وهذا سيقربهم أكثر في مهما كانوا متشاحنين ومتعبين. هو الفراغ المتروك سياسيا في المحافظة والسلطة المحلية سابقا ساهم إسهام كبيرا في مثل هذا التشظي، وكذلك رخاوة السلطة المركزية الشرعية أيضا ساهم في هذا التشظي. الوجود غير البريء لتدخل بعض دول التحالف بعدم سرعة الحاس من مساعدة الناس في العودة إلى حياة الطبيعة أيضا ساهم في هذا التشظي أو دعم طرف على آخر. نحن ينبغي أن نعطي كل ذي حقا حقا. يعني
في حين ننقد دول التحالف نحن نشكرها، يعني ننقد دول التحالف في أخطائها لكن نشكرها في حسناتها، وكذلك الجيش والمقاومة والسلطة المحلية بتعرف ننقدها في أخطائها ولكن نشكرها فيما تبدو من دون. ينبغي أن نفهم فيما حسنا، أن نفهم بحسنية بعضنا البعض. لا ينبغي أن يرتكب أخطاء ونظل صامتين، كيف يطلب منا من يرتكب الخطأ الصامت سواء دول تحالف أو سلطة شرعية أو سلطة محلية أو جيش وطني أو مقاومة. وكذلك ينبغي أن نتعامل فيما بيننا وفق أهداف واضحة. ينبغي أن نتفق على أهداف عريضة، تحرير تعز، استعادة الدولة، تحرير بقية المناطق، إعادة الإعمار، استمرار الرواتب، عودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي، عودة القانون، مؤسسة القضائية. يعني ينبغي أن تتخلص المناطق المحررة من السلاح الممتلك. السلاح الممتلك ينبغي أن يكون بالجبهات أو بيد جهات رسمية اللي هو أمن الشرطة. وأي إنسان مدني لا يسمح له، لا ينبغي أن يسمح له بحمل السلاح. هذا ينبغي أن يكون واضح. طيب دكتور، فقط في دقيقة أخيرة، باعتقادك هل تعز قد تجاوزت ما حدث في الأيام الماضية من اختلاف وأيضا اتجهت نحو إعادة الدولة بدعم كبير من الجميع، أم ربما تعاد الكرة؟ لا نستطيع أن نسرف في الأمل ونقول تجاوزت. نحن في بداية المشوار، والأمر لكي يخضع إلى التقييم السليم ينبغي أن يكتمل البرنامج لكي نحكم عليه. نحن الآن في بداية برنامج إعادة مؤسسة الدولة من حيث الوجود التخصصي للقوات المتخصصة، يعني أمن وشرطة عسكرية، وكذلك إعادة تعبيرها وإعادة ممارسة الخدمة والوظائف الخاصة بها، ثم الانتقال إلى الجبهات أيضا، تخليص صعيد من الحصار. إذا أتمنى البرنامج نستطيع أن نتحدث عن مفهوم التجاوز والحمد لله، غير ذلك لا نستطيع. سنظل دائما في محل تخوف، وهذا التخوف طبيعي وشرعي. لا ينبغي أن يطلب مننا أن نتفاءل بشكل مطلق في ظل محاذير. إلى أن تنتهي المحاذير نستطيع أن نجيب عليك بجزم بأنه الحمد لله. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي، كنت معنا من تعز، والشكر أيضا للمتحدث باسم الجيش العقيد عبد الباسط البحر. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.